الجلسه اللي جالس حدايا وحدا داك الرويس قال لي فيها اين كنعرفك انايا فيها والو الوليده يلا اتيلي والله ما كاينه شي حاجه خوك ديما تليفوني زنزن علينا كمل واش نكمل جيني من الاخر كنعرفك انا لا انت عزيزه عليا وكنموت على الوليده الله يا ربي انت راك عارفاني عديتي في الدنيا شنو عندي انتوما في هاد الدنيا عزيزه عليا نبقى نجيب حتى خوك واختك هادشي اللي عندي انايا عندي من غيركم انا بغا نريح حداك انتي ونبقى نحس بالحنان ديال الام الله وليتي راجل انت باقي ديال الحنان باقي ديال الحنان شتي تحت امي باقي ديال الحنان ايوا صافي الله يرضي عليك وليدي الله يرضي عليك الله يرضي عليك الله يخليكم ليا امين يا ربي واتيلي اتيلي واش انا اتيلي افرين حتى اتيلي راه شوف انا اللي عاجلك وخارزك اتيلي شنو كاين فيك كيف داك الوليده كبرتي واقيلا شويه دخلت من دار ولا كيضرني خصك تبدلو دير شي خاتم اخر واقيلا فين هو كاين نشري لولدي شي خاتم ديال النقره ديك ديال 50 درهم زوين اللي كيحطهم هذوك الفراشه وما تشريش لي انت شكون غنشري لك بغيت مولات ولا تشري لي وانا هي مولات شكون مولات انا ستي الوالده بغي نجيب لك شي بعيرك صغار وليده يا وليدي كبيتي الله يحفظك كير اخويا الكويده ديالي تا هو انا الواد واحد الصبع عنده ولا كيدورني بغيت ندير فيها شي خاتم واه كاع بغيتو خواتم انا نشري وليداتي الخوات ما مصدعتو لا ما بغيناش خاتمك انت يا خاتمك انت يا فينا هو دبلو واش من خاتم بغيتي لقيت كاع ديال خواتي ما خليتو لي بغيت خاتم ديال فهمتي ديالاش طلقها ماغي جواج قولي لها بالعربيه حمار ما انا قاريه درج مع امك شي مري نريد ان نتزوج كيفاش تزوجوا صافي صحيتو ليا نفعلوا الحلال صافي صحي انا قلت لكم الحرام دابا شنو انا دابا الا ما مشيناش الحلال غنمشيو للحرام اللهم خلينا نمشيو للوالده نعم نولسنيش انا في البيت وندوي معاها سمعيني انا الوالده بعلوك بقى صغير بعلوك بقى صغير انا اول نبدا هي دوي واخا شوف هذا قطق عندي شنو بغيتي تداوي انا ولا ما كاينش هادشي واش ما تصطيتو ولا مالكم ورا قال لك ولادك ملي كبروا زوجيهم وباقي ما كبرتوش باقي صغار عندي انا في عقلي باقي صغار كبرتي انا ديالي انا سكت ولا ديالي انا انت غادي تقرمي لي ولادي هو ديالك انا ماشي نتسطح لا ما تسطح لا غنتسطح لا غنتسطح لا غنخرج سوق الغو يلا زيدي مرحبا بك في دارك غنشوفي شنو نقول لك نايم واش نكذب تحت راه واحد فام ميناج راه كتجي ايه عندكم خدامه حيت كاين انا وخويا فهمتي خصنا خدامه ماشي مشكل راه مولي طيب لكم انا ما بغيناش نعذبو بنتي بركه ما دوزتي الزناقي صافي اخيرا تزوجنا والحمد لله يلا دخلي ياك قابل عليا ياك قابل عليك كلك يلا دخلي مرحبا بك دخلي بليمنية مرحبا بك عمرتي لي الدار ونورتيها شو الدار كي ولاد داوية تبارك الله ربي يخليك مرحبا ألف مرحبا ربي يخليك لي خليك لي ايوا هذا ما كانش ندير صور صافي شات شاف عبد هاي تصور لي تصور لي شكونتي ها تي شكونتي انا تي شات شاف تهضر انا ندوي شنو شنو قلتي انا قلبي الوليده نعم الوليده مو انا اش كيصحى لك انا هي قلت لي انت مقطوع من الشجره شنو قسمتي لي ولد الحرام قسمتي لي ذبح شمتي جياك كفر بالله ياك قسمتي امك وليده فهميني انت انا شكون انت اشكون هذه شكون خالتي خالتي ها اشنو فهمني شنو مرتي شنو هو مرتي جي واش تبغي الاخبار على سنه الله ورسوله ياك بالاخبار امك هي مسخوط الوالدين ها ما شمتيش انت ما بغيتيش توافق عليا الوالده وتي قلت الناس اللي جايين لداري بلا شواري لا جيت اخترتك ما نشد القطعه ما نشد ها يعني بنت الزنقه لا 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 الزنقه الوالده الزنقه ما توالي خضر كانت في الخيريه ودابا نزلتها من الخيريه نزلتها من الخيريه ودابا ملي جيتي عندي تا بين يدي وقلتي نقطع من شجره واجي نوريك عندي زيت علاش كادات نوضي تبعين نوضي تبعين واش نعس واش البصل كاين القطران تهرقي قدامي امي زيدي امي بشويه هنا بشويه عليه وامي سكت الله يسكت لك الحس يلا زيدي مع الطريق زيدي اصحابك الزواج هو الدخيل شطاري 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 عندو شنو طاري هنايا قال لك تزوج بيا وخليه الله يكمل عليهم غبرك مات غبرك مات خويا شطاري ما فهمتش هادي مرتي تهلا ليا فيها ما هو صافي راه ولدك راك
كبيره ولي ما بقاش دراجه هو تبتها كبير ولقاك الله يجيبها هو دا غير جاي وحده الناس محترمه لابسه مزيان اشنو الله يسهل عليهم واش من الناس دابا من الزنقه جيبها من الخيريه لا تبغي يقول عليا سكتي دابا شوف ليش كنت نخسر منك ما تحطيش يدك على بنت الناس ما تقربيش ليها زيدي دخلي مرحبا زيدي شوف نسيك واحد وصية واحد السيدة خدامة عندنا هنا في الدار مسكينة في الزايمر قالت لك شي حاجة ما داش عليها علاش بحال اش تقول لي بس انتي عارف الناس ديال الزايمر كيبقاو يقولوا في الهضره دخلي مرحبا زيد سنت دخلي صافي سير دخلي ايوا قول لي هاد السيده ما فهمتش اني مريضه واش هادي ناس خدام عندكم ماشي حقره هادي مسكينه كنتعاونوا معاها عندها الدوايات عندها شي حوايج حنا كنبغوا نديروا فيها الخير تخدم معنا وما كدير والو هادشي كويس اش كتخسرها ايوا عيط عليها نتعرف عليها دابا راسي لي بحال خالتي هيا تجي دابا راسها بلاش سلام بخير قلت لها الواليد تصغر لي تصغر لي اجينا تشي اجي تشينا كتقول لي هالواليده مسكين شحال حنينه الراجل كاش حنين الراجل شكون انت بعدا اصلا خالتي المهم انا شوفي انت واخا فيك الزهايمر شنو هاد الهضره اللي نقول لك عقلي عليها انا في الزهايمر مراسو شكون الزهايمر انا راه موالا كاينش الزهايمر انا بعقلي كامل القوايه العقليه شكون انت بعدا اصلا هاد الهضره الواليد هذه المدام ديالي كيفاش مدام ديالك هذه مرات تتجوج بها ما تقولها لي انايا واش نقول لك اش نحتاج فين ما كانت شي بنت زنقه كتجيبوها لي انايا كيفاش فين تعيشي من عبدو شكون هاد بنت زنقه اللي قاعدين شوف شوف انا ما كنتسنى عبدو لا والو بغيت نتزوج بغيت ناسس حياتي وشحال من حاجه الواد بغيت نشوف وليدات اش كاين لابسه بعدا هادي عروسه ما جيب لها ستة قفطان بحال الناس بس هكا مشينا اش كتمشي انا وين خرجي لداركم ما عندكش دارك ملي حيدوك وداك القبر اللي ديتيني ليه وقلتي لي هذا مي مسكينه واحد خالتي الله يرحمها خالتي مسكينه خالتي انا ناخذ رضا حيد عليا دابا الواليده شوفي تزوج الله يسهل علينا يلاه حبيبه مشيو للبيت انا وانت فين غتدي انت تسقيت ولا فين ندي عند البيت فين ندي ترى امك انا وانت مول قايه في الدار الصالون نو انت بغات تبعني حتى البيت بلاتي يلاه شنو هادشي شنو هادشي اويلي تدري الصغير تا واخا من طاعي واش هادشي من الله ما فهمت حتى هادشي كيفاش كيتجاوجوا بلا خبرين واش انا ماشي مهم انايا صافي داهم ليا اللفعات داهم ليا اللفعات صافي بقيت بوحدي في الراديه وهي تجوجت انا اختي كوصل وا كوصل اختي الله يرحمك الوالدين انا ديك الناموسيه اللي هزيت ديال خالتي راه والله اليد الا شوفي شوفي كيما نصورت داك اختي كيما اختي انا راه عييت وانا براسي اختي عييت ويلي دي ماذا دايره لنا هاد الحاله هادي امسطيه وقالوا لك ماشي لها الزهايمر ولا ما عرفتش دايره في مخها دابا انت كتشوفي العيب من العدوز وماشي دوك الرجال اللي كذبوا علينا عجباتك انتيا هذيك والله ما ننساها لي والمشكل انه داني لواحد القبر ما فهمتش انا يا ربي تسمح لي عندك الدعاوي لقيت كنعيب على حرب بعدا السيده مزيان لي هذوك الدعاوي بحاتهم معايا انا عاد بلا مميسه قال لي ها هي القبر ديال امي ومشينا نصنار كامل حنا كندعيو وانت راه قال لك انا راه قال لي انا امي ميته مسكينه ومقطوع من الشجره وانا ما عندي حتى عائله راه شوفي راه كاينه واحد السيده في الدار كتعاوننا كدير لينا شي نقول لك واحد الحاجه راه حق العائله الولد كيخرجوا حارين على قبل بحال العديزات هذه ايوا كنت انا وياك حارات كره نوضنا في هذا الشيء كون درنا ودابا اش بالك دابا نصبروا على قبل دوك الرجال وفين غنمشيو اختي واش تي جايه من واحد الدوار ما عرفتش اش سميت جدو وانا جايه من دوار خليني ساكته وما نختي ليها غنصبر نصبر وديك العروبيه والله ما نرجع لها واخا تنطبق السما مع الماء ايوا اختي ما عندنا ما شوفي يا ويلي على ما تلبس خوطه باقي ما وجدتش الطاجين واش بغيتها تسلخنه حيدي حيدي سير دخلي نقي لي الخضره انا ندير الطاجين بلاتي الحيدات حرام عليك كوصل انا عاد بالي نريتي والله حتى خشره بحق لها فيك راه غير البصلان ايوا شنو غنديروا دابا في هاد القصه اش نديروا اصبر وصافي شوي تصبر خويا انا ما قدرتش نصبر على هادشي او وانتم كذبتوا علينا في الاول قلتوا لنا ها وحده مريضه قلتوا لنا ها وحده مسطيه ها وحده فيها الزهايمر وما لنا على هاد الكذوبات من الاول اسمعي دابا انا امي مسكينه راه مريضه مسكينه مازال كتزيد فيه في الكذوبه خويا عبد الله مريضه عرفتي اخويا اش دارت لينا
عطاتنا غرقت الشبكه الحوايج وقالت لنا هادو والله ما تصبنوهم في الماكينه غيتصبنو بيديكم. مزيان واحد الحاجه صابرين خصكم اللي كتبغي تعاوننا كتنوض هي تحلف والاخرى تحلف. انا خويا ما صبرتش تجربكم نتوما معاك نتوما دايرين بحال هكا يا زهر راكم تشوف حداك تخومو. لا دابا هي راه حنينه الله ادري ويش الوالده انا ما كاينش بحالها غير هي كيما قلت لكم عندها واحد العرق هنا ملي كينوض ليها مسكينه كتبقى تشوف كلشي تحت خدمتها واخا وهذا العرق امتى كيرقد هو ما كيرقدش واخا كان مبين الله كيفاش نوضحنا واخا خلي العرق يرقد لنا عطاو نتوما دابا الصابور حنا كنا كنصبنوا مهم كبيره مسكينه في السينما الله يرحمها الله يرحمها والله الله يكبر طول فيك ناضي اختي ناضي ناضي لما درتوش النحل غندير حل عيوب كوصل تبعيني زيد واش كيفاش امك تغدي معانا امك امي مالا ماشي امك تاتا هبات عليا امك خويا راه مشى للقهوة دابا انا غا طلقني امي امي سولي فيا والله يا اختي من النهار اللي جيت للدار اول مرة كنعم بالراحة في بيتي وما مرتاحش من الراحة ها جمال وقفت تقعدي بحالك تقعدي بحالك انت سمعينا خالتي اشنو قلت ليها الراحه زعما هالدار فيها الراحه حس فيها خالتي معاها خالتك وانا ما نهارش تكملتكم ماشي طراح خالتي راه الصباح حنا كنشقاو والله تعيي عليه داك انت كتقيس الماء باش ما ترتاحيش ما ارتاحيش نبغيتو داخليه في جنابي في المنظور لقاكم كي كيقبض العمر الله يستر انا عيالات ولادك وراه والمشكل عليك واش هديتي جمال وقفت قاعد انت خالتي راه يجيو رجالاتنا دابا يديونا يخرجونا شويه نفوجو معاهم يلاه معانا يلاه شكون هما هادو اللي غيخرجوكم رجالاتنا رجالاتكم دوك راه ولادي انا ولادي انا ماشي عشيرتكم ديولي ديولي وحدي خرجوني انا خرجوني ولادي صافي ولادي غبريهم قدامي نوضي نوضي تبعي انا خرجني انا ويلي ويلي جاوب من كوني بولادي اللي كبرت وتمحنت وزدت في ظهري وتهدمت وراريت ودرت لي كوش في الاخر جاوب يدهم قال والله لا خرجوكم خرجوني انا انا جايه دابا نقول لك واحد الخبار غتعجبك اخبار تعجبني غنمشيو برا لا عطيري لي لازان لا اصلا كتعرفي شنو هادشي زيد شي حاجه اخرى عطيني لي الشوا لا خطاتي حتى هذا الشيء ممكن اذا انت حاجه ما تعجبني هذا الشيء دابا انت ملي تعرف نافق على كرش وا قال لك اقرب طريق لي وصلت للراجل هي كرش لا كرش وانا راه كرشي في مفقات عندك تكون معنا لا راه لا كسرة يسرة؟ لا واش انا حاملة كيفاش؟ ايه حاملة؟ ياتشو وعلاش كتعطل علاش ما قلتيش لي دغيا؟ ورا قلت لك زعما شوف قيز انت عرفتي؟ ايه ما عرفتها انا جيت قلتها لك يلا قولي جيب شي حاجة من ناكل دابا دابا تي لا تولي واكلة مسينا ناكل لا كاين امي يلا نمشيو ناكلو برا يلا زيد اجي من هنا ولدي انا ايش طالع فرصه ولدي انت مالك ولدي انا مالك انت ليش نغيت قلت لك الكلبه هاد الخوات دوك اللي فات غادي خوتك غادي خوتك ما يخرج معاهم ولا غادي يخرج ديما ولا دي نفسها ولا راه ولادك غتزوجوا واش باغي تحبسي ما ديرها مثال دابا حتى انا تزوجت وارتحت في داري تبغيتي انا عدوت تبقى تحرر فيا العيشه وتندمني ولا تقول لي ولادي ولادي مالك ما محشومه هكا انت بنتي ايوا انا بنتكم ماشي بنات الناس لا درت لك شي حاجه قتل انا ايوا شنو ما يقتلوك عائلاتهم اللي ما عندوش مسافر لا قري عليهم لا هذوك ولادي انت معايا ولاد الضي لا ماما لا كنتي بغيت يخرجوهم بغيت يخرجوهم ولا خرجوا من عيالاتهم راه تزوجوا مع سنه الله ورسولي راه عيالاتهم وانا ما يخرجونيش ولا بغا قابلين غا هما نساوني انا نساو تربيتي نساو بحال نساو كيش كرفس ما تقولش ما تقولش ليا عطا عطا غادي يطير لي يخرجوهمش صافي ما يخرجوهمش غادي يخرجوا ولا قوه الا بالله غادي يخرجوا غادي يخرجوا اشرفوا عندي ديولي انا ديولي انا بوعدي الشعر كيمخبل وكيطيح ليا شديتي هنا خالتي انا عندك شي وصفه اتيني بها عرفتي شعري شوفي شوفي شحال كيطيح شوفي بغيتي يطيح كله هو
الله كيفاش طاب راسك ما نشرب علاش كتصاوبي فيك ليمن ما تعجبي ولدي كثر ما عجبها هي غير كثر بيا احنا راهنا نزيد نعجبو كتقولي فيها جي مع الشعر يا ولدي الله ما الشعر فرحانه بيه نشدو غنقرجو 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 هذا الشعر لا سمعتي غناكلك انا غناكلك سمعتيني اه يلا جمعي شعرك دابا جمعي ودابا واش تعجبي يلا زيد تبارك الله غندير لي فولار بحالي بحالي باش نبقاش دوري دي سمعتي طاقه لي شعرك انايا قاسي حنا فرنسا يلا جمعي جمعي سمعيش يلا جمعي يلا جمعي يلا جمعي قدامي دابا يلا 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 سبي هكاك يلا جمعي راني بحال يتيم حرام عليك تشري برك ولي يتيم خش الله يخرجك خش خش تبارك الله كاع سم مرحة مع هادشي مع مخك مالك عيانة شوية عيانة باش عيانة الوحم واقيلا خالتي الوحم يلا قلتي بسم الله جاك الوحم هادشي هاد اللي فكرتك تطيحيه بعدا اولا خالتي مشي مني انت بلا ما نغوت بلا ما نخرج من راتي وفيا السكرات كملي عليا غطيحي لي غطيحي باش ما بغيتي غيطيح والدي والله لا تزاد شوف اصلا منين جايبه اولا انا منين جايبه خالتي راني مزوجه بولدك مزوج ولدي اصلا جاي من الزنقه وجايبه ولد الزنقه معاك حاشاك اخالتي حرام عليك لا ولدي ماشي ولدو ماشي ولد ولدي ماشي ولدي والله تحشم عليك اخالتي هادشي اللي كديري حرام ولد ماشي ولدي وين اخالتي ما غيتسماش ولدي هذاك حيت ماشي ولد ولدي ما غيتسماش ولدي ماشي حفيدي كتسمعي شوفي قربي حدايا هنا اخالتي صنطيا مزيان والله حتى ولدك لا ماشي ولدي ماشي ولد ولدي غنمشي نسول عبدو وين اخالتي عبدو الا قال لي ولدو غنقشتها من عيني حرام عليك اخالتي حشوم هادشي اللي كديري غادي نطيح غادي يطيحوا كتسمعي وتسمعي انا جاي عندك غادي يطيح غادي يطيح اليوم بوه ما يبانش عندك تسطيتي يا خالتي عاد تسطيتي تخرجي على العقل تسطيت نهار خليتك في داري وديتي ليا ولدي انت وديك اللفعه الاخرى اللي دات لي ولدي الاخر لا باس ياك انا قلتو فيا زهايمر قلتو عليا مسطيه وانا نوريك متسطيه على حقيقتها كي دايره سير سير عاد تسنى اش كيتسناك والله يا والديك لبات لك في كرشك اولي انا خديتي مغدق ليا الوتاد يدور ليا من هنا باش يلاه يخرجوني انا مع الباب مزيان تبارك الله داو ولادي بجوج بغا يكملوا ليا بالثالثه ويدي اجي جابك الله مالك اش بغيتي سمع انا الراجل نقول لك واحد الكلمه شيخوك ومرتو على الراس والعين خصك على الراس والعين امك حتى هي على الراس والعين ولكن ولد الناس انا ما بقيتش قادره نصبر لاش ما بقيتش قادره نصبر ما فهمتش اش داو حيت انت وخوك كتمشيو تخدموا انا وكوصلي كنبقاو هنا في العذاب او ولاد عادة بغات تخلص عليا ولا شنو دابا اشرف بيني وبينك تخيل معايا كون كنا حنا عايشين مع امي ما كتحمش فيك الشعر ولا مع خويا ما كيشمكش اش كنتي دير ديك الساعه وغنخليه يشمني واش ندير فراسك امك ريشتني انا في الطواليط قالت لك احد قطع قش علي باش تعجبي ولدي على اساس بحال انت انت عارف امك كديره او شنو ما نشرح لك امك كديره اش هاد الشيء معززين عليها حنايا ما كتبغيكمش الشومه يا ودري لهاد الخاطر شال خاطر راه اش كتبان راه حنينه واخا تبان بحال هكا نسيتي انت بعدا اش دوزتي عليا على انا غير جيت ولي سمعي راه انت دوزتي عليا العذاب ولكن امك اخويا لا سمح ليا انا ما بقيتش قادر نصبر على ملي كتدخلي شي شريك ملي كتدفع لها السيف كدير اختبارات اختبارتك وامك مزيانه دخلتي الشركه عندي دابا وامك ما كتحملناش واش ما بغيتيش تستوعبها عمرها ما غادي تقبلنا ها هي كوصل حملات واخا حملات ما كتحملهاش فصافي اخويا خرج كريليش شي انا نسكن معاك في بيت مع السطح وما نسكنش مع امك في قصر شنو ما دي مالشي اخويا انا قالتك شنو اللي كاين اشرف كنتي اخويا باغي مرتك وباغي نبقاو بجوج وندير وليدات مرحبا كنتي اخويا عارف شي حاجه بغيتي انا مرتي وامي راه امي راه كابر معاها راه ما جاش نجي واحد النهار نقولها غادي نمشي نكر وحنا عزازين على والله تتصدم قاسم بلاش تعقدوا ايوا على هاد الحساب راني خديت الجواب بحال كتقولي شي من طلقوا انا قلت لك طلقوا ويلي هادي يا كنقول لك حاجه كتمشي تجبد لي حاجه اخرى ونو تهضر مع امك ولا ما تبقايش تضرب ليا مرتي ان شاء الله ان شاء الله سير سير بدي صعب اخرى غير كنت قدي في رجلها وطلع يصب لها ويدير لها شي مصلوح ما تخرجنيش اليوم راه جبتها باش نخرجوا يلا سير سبقي ها انا وياك بلا ما تجيب لي خصك خوك ومرتو تاعو خويا ومرتو راه كان فاهم انا وياك نقاسمو بالنص تبغى دير لي فلوسي كاملين شيما واش هي معليش كتبغي يا حب شنو شيما انت ما خلعتيني مالك اصاحبي انت كدير هنا انت لابس هاد الشيما في مايل ولا مال خويا مادام عندي انا كتوحد راه ناضي الشقه
انا اللي غنوض نتقبل يا شعيب بحال هذا الله يحفظك تشبش بها مالك امي اه تسوقينا صاحبات حرجنا كيفاش كيشي عبد البوطا هذا اما مش هاد الاخران لابس الطابلي كنبان بحال شوميش الله تجازك ناضي ناضي جيب لي شي واحد الله يسهل كيف يجيب لي واحد بنقلبها ميناش لا الله يمي وتشوفنا جالسين ها وحيدة بس انت تغلط تفرق في الوقت نسحبك لا شي ما كنت بغي نبوسك هذا بلا استغفر الله يعني. بس انا بغيت نختار راجل مع الحمار ياك ليش جاي يعني ليش تقلب على شي انا ماشي شي ما كان الوالدة غنوقع معاك على الوالد اه شنو هذا شدو معايا شنو الوالدة صاحبي شوف واش كديري انا مرتي انا وباولاش باغي تمشي خويا الوالدة هذيك ومرتي راني كنسايسها باش ما تمشيش حتى انا باغا تمشي ولكن اش غندير عندك شي فكرة تعطيها ليا عندي حتى شي فكرة اش غندير ملي ما عندكش فكرة علاش جاي عندي جاي بغيت ندوي معاك بغيت نخلق معاك الجو صافي معايا الجو خليني نطيب اتاي لمرتي قلت نوض امي ما تلقاش اتاي انت اش كدير في الكوزينة بجوجكم اه واحد امي على اتاي الوالدة كان قاد دوم لك يا ولدي ما تلقاش اتاي واش اتاي مسطي ولا انت فين انتك مسخون بتاعك واكيه تال هذا الوالدة اش مالك بغينا نشربوا الما شربنا الما وقهيوة ولك علاش كيديروا ما يجيبوش كتشرب انت هما اللي سيوجدوا لنا الكيسان ديال الما مشاو مساكن داري لي جيم دابا دوك ما عاودش حرك داك داك غير خماسي ياك ياك غير خماسي وهاد المخرج شكون شعل انت بغات عمراتي ولا شحال كاين شي مخرج يعطيه الشعلة في راسو شكون شعل المخرج باش قاديتكم نتوما بجوج هاد ليا ما عجبتونيش ها ودي مالكم قاديتنا ها مالنا ديك المرة على يدك مالها ها حاملة علاش حملت تبارك الله علاش حملت كيفاش حملت؟ شوف هذيك ماشي ولد حملات حيت كان معاه ولد زلقة وين وليدي وين وليدي مسلقط بالدار سكت عندك حال تبارك الله ولا زيت شي حاجه زيت اه واخا تمشي تما غنجيب لك حتى لي كاجي لحدي حتى صافي يا ماما اش بغيتي اش بغيتي تجي من الزنقه ديك الولد تا هو الزنقه ولا وانا شتا شنو انا ما الزنقه تحملها صاج الله على بحايا درتي لها نتايا سلام كبيرة بخير الله يعاونك الله يعذب بكم شقى بجوج قهرتو بكم اتهنى وانا وحالت معاكم هوي انا غادي يدير قال لك انا بحال ها ولي بوك بحال كي داير والله يا والدي تنطيحوا لي ويلي يا ويلي باقي ما كاينش راه انا اللي باقي ما كاينش هاد الكرسي دوز تقولي اختي واش بغيت تنفخ ايوا اختي انت اللي ما عرفتيش تعطيني الوصفه يا اختي في يدينا في يدينا وانت اختي كتشربي الفانيده انا ما كنتش كنشرب ويلي ويساق لي اشرف الاخبار راه كيلوحوا لي راه انا كنعاود نشريه ماري يا شي ما اختي مشتي اش دارت لي قالت لي شي ديال الزنقه والله لا قليتو لك ديال الزنقه قول لها مالي انا راسي كنخرجوا لنا بوسي ديال الزنقه ويلي على ديال الزنقه ويلي قلنا راه واحد ما عطينا الشرش المحلول صابرين ناضي لو سجات ناضي كبيده ديالي ها يا اختي كنا كنهضروا في هادشي ديال الكبار اختي كوصل مالك يا حبيبه كتبكي ايوا اختي مالك ايوا اختي قلت ثاني مع ماما طوري شدك التليفون دخلي للطواليت وتهضري بيه اه اه اشنو لا اختي حبيبه شي حاجه والله ما عندي شي حاجه انا راه كنطلع نهبط في فيسبوك وصافي سير خوتك يسيقوا لك الاخبار راه واحد يربط من اليد وواحد يربط من الرجل ايوا كيما تزوجوا نتوما تزوج انا اختي الله يسهل على اختي الزواج الله لا يعطيك شي عدوزه بحال اختي الزواج صح ماما قبيحه وا زين الزواج كلشي فيه خايب اختي ما نصحكش شنو اللي فيه خايب بالعكس اختي الزواج زوين شنو اللي فيه زوين اشنو واه والو والو هادشي ديال الكبار ما بغيتش حافظي نوض ما بغيتش حافظي لك ما كتسيري راسك اختي ماما قالت لك بغات طيح لي ولدي اولا اختي عاود بنت الطراجه قول لي انتي اللي تعذبتي عليها انت لا كوثر شوفي ماما راه عندها وي خوي بنت بقيتي تقي بها واش هي تقعد على الحباسات ويلي انا والله ما نعقل في اه ما تعقليش عليها ولكن كما كنحكي تبقى ماما ها انت انا ما ندير لك والو هي راه مسكينه عزيزه على ولادها وما بغاتكمش تاخذوا منها اختي بغينا نفهموا كيفاش علاقتك انت مع ماماك وهي معاها والصراحه اش غنقول لك دابا عنده اشرف عزيزي على ماما لواحد الدرجه كبيره يعني ملي كانوا صغار كيقول لي غنكبروا غنتزوجوا كتقول لهم لا تبقى وحدايا وبقات فيهم ديك الفيس وفاش كبروا دابا وتزوجوا ما عجباتهم ما عجباش الحال واش امك طاحت على راسها صغرى شي ماشي هاد الهضره حيت كتجيني انورمال والله واقيلا كدوي على ماما اللي هي عدوستكم عافاك بغيت شي كويس لماما ولا كدوي انت اللي كتحني فيا وانت جمعي راسك والله صافي غادي نقول لاشرف بلي خصك تعرف واحد الا ما قلتش لي راه ما سميتيش شي لا بغيت دابا بغيت الام تلهف تلهف بنتها واش بقى حاضي انا خليك والله ما غنسوق البنت راه غتسوق لي انا دابا عاودي لي عاودي لي توصفه ما عجبتني حتى حاجه ما تتقاد في الكرش
اش كديري؟ بغيت ندير واحد الوصفه. الوصفه علاش باش طيحي بنادم؟ لا كيفاش كيفاش وعلاش كديري الوصفه؟ لا خالتي بغا عبد الرزاق بغا واحد الحلوه. اه حلوه واخا شربي هادشي. ويلي خالتي شنو هادشي؟ غتشربي وتسكتي مابقاش تعاودي معايا الهضره. شنو هو هادشي بعدا؟ والو غاشو ريحته خانزه خالتي. خانزه ولكن زوينين مفيدين للجيران اللي في الكرش. لا خالتي ما نقدرش غتشربي. اي اي الله يرحمك الله يرحمك شربي خالتي عافاك. كيفاش عافاك كيفاش عافاك؟ خالتي ما نقدرش هادشي غيأثر لي على ولدي. ولا بغيتي يأثر بغيتي يطيح بوه. شنو صدتي يا خالتي؟ شوفي راه ما غادي يبان ليا بين بنتي غطيحي دابا. شربي شربي زيدي زيدي شربي زيدي 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 شربي غنشوف. صبي 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 زيدي شربي شربي يلا 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 لا باقي كملي كملي قشك عليا كملي وبعدي منا وكملي كملي راه كملي كملي غنشوف وهاك دابا مزيان دابا دابا فرحي داك التيات اللي في كاش قلبي على الوصفات سكتي سكتي الله يتبارك ليا يلا دابا الله دابا عاد بردت كوثر انا خاصني سالي هادشي اليوم. اش مالك حنا؟ اش مالك؟ ها؟ واش هاد السيده هادي كتقطعني ما بقاش فينا حنا؟ ها؟ قاتله لي ولدي واش ولدي قاتله لي؟ بقات شويه بعدا. انت فين انا شويه؟ فين بقى لي انا شي حاجه؟ فين يمك؟ انت هادي مريضه ولا خربشات لي انا؟ انت انا خليها في راسها. فين يمك؟ فين يمك؟ فين يمك؟ فين يمك؟ فين هي خارجه؟ هذا تجي انا غنريح حنا انا ربي تا ريحنا هذا هي ولدي قلت لي ولدي وما كاين لا برودا لا والو الموت انا ولداني مو باش نفاليو معاه غادي نفاليو معاه سلام عمك اليوم اليوم عمو غادي تساليو معاه غنسنا حدا البيت الصالون يلا غنسنا انا هنا اي جاز اي جاز اي شرفت عجينا انت اللي غتسوق انت اللي عاد جالسينا جالسينا شويه عاد جالسينا انا امك انا ما عندي كاميرا شكون المراه من المرارات عندكم جوج مرات واش مالك معاهم جوج مرارات ماشي عيالاتي وامي نعم مالك مع مرتي علاش قلت لي ولدي واش واش ولدي تقلت لي ها انا بغيت مجرمه راك مجرمه دابا علاش تخرجي لي ولدي انا شتي اللي قتلته عم راسي كتكن ما طيحت لك بنادم وغتوحلوا فيا انا امي وانت مخموش يا اخي مقاص ضر شوف الوالده والله ما كتمرش شوف الوالده شوف الوالده شوف الوالده ما تخليني نولي مسخور ها هذاك الكذب ديالك انا كنعرفو راني حافظك مزيان اه طيحتو ليا انا اللي قتلته وعلاش بغيتي الغلاي اسمع شوف وعلاش وعلاش باش ما ندوكش الوجات داوكم ليا بجوج شارفه ترك هتلتي اه هتلتي هتلتي وهربت عرفتي وخليه يطرد وانتو السبب علاش رمتو بعياتكم وخليتوني انا انت شكون انا معايا اختي راه مولات خليتي شي واحد يرمتي شي واحد كيطلي لي صباح الخير الميه وانت سيري انت الكبيده الحبيبه ما بقى عاد كيدور بيا وليت غنسد لكم في بالكم وتخليوني نفاتي في الراديه الدماغ شدي على القيصه ما باغا تبقاي في الراديه ياك كفر بالله صافي مشيتي واش ما حوايجهمش تبعوش تاعك سالك واحد 150 درهم راه غادي يخمشي تبعك البلا ما تلقى 150 درهم قال لي تلقى يوم الاخر في الغادي نفوت ما دينا جي انا حتى انت يا ويلي غديتي شنو درتي يا ربي شنو درتي يا ربي ويلي ها ولي وليداتي مشاو لي ناري 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 بغيت ندير لك زر حار راسي جبت حرت لي ما على راسي يا ربي الله يا ربي الله وليت بعدي في الدار مع مرا تناقل مع مرا نتغاوت يا ويلي لا 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 الواحد ما يكون ملي يزوج وليداتو يخليهم يعيشوا حياتهم كيما بغاو ماشي اللي يدخلوا لهم في حياتهم ويولوا يبغوا يضحوا طيحت لي بنادم بوس بوس الله يرحمك 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 ال